أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الواحد الأحد وبشعار الثوار للأبد. يسقط حمد يسقط حمد. أبدأ حديثي بتوجيه السلام والتحية لأسر وآباء الشهداء الذين يعانون الأمرين من ضيم هذا النظام، وتحياتي الخالصة لأسر ولرموزنا الذين يقبعون في السجون ولأسرهم الكريمة، ولكم أيها الأخوة المجاهدون الثائرون في الخارج تحياتنا الخالصة وتشجيعنا لكم على مضيكم في مسيرتكم المطالبة للحقوق المشروعة. مسألة العودة إلى المنامة كما تعلمون ليست هي الهدف وليست هي الغاية، وإنما قضية أننا نحاول من خلال مطالبنا المشروعة وتحركاتنا الميدانية في هذه الثورة المباركة أن تكون هذه التحركات ذات تأثير وذات طابع مؤثر على هذا النظام لكي يخضع للمطالب المشروعة. والعودة بالتظاهرات وبالمسيرات في المنامة هي إحدى هذه الغايات التي يمكن أن تؤثر على نظام الحكم القمعي في البحرين، لأن التحركات في زوايا القرى وفي المناطق البعيدة لن تؤثر بالدرجة التي يمكن أن تصيب النظام في مقتل عندما يجمع الثوار بكلمة واحدة وبتحرك واحد على العودة إلى المنامة بتظاهراتهم السلمية والمقاومة لهذا المحتل السعودي والنظام القمعي الخليفي. لذلك نحن نؤكد على ضرورة العودة بالتظاهرات والمسيرات في المنامة لكي يسمع العالم كله أننا نخضع تحت نظام قمعي. هذا النظام لابد أن يستبدل بنظام ديمقراطي حر إسلامي يوفي بجميع الحقوق ويعطي الناس موازنة في الحقوق والمطالب والواجبات. المسألة الأخرى هي قضية استهداف هذا النظام في الداخل والخارج للرموز وللمطلوبين وللثائرين ضده بشتى الوسائل وتسخيره للأموال الطائلة في سبيل أن يحقق مثل هذا الهدف. نقول له أنه واهم، أن هذا النظام واهم، أنه يمكن أن يثلم عزيمة المجاهدين والمقاومين ضده، وهذه المقاومة وهذا الجهاد وهذا الاستمرار في مكافحة هذا الظلم والديكتاتورية والإرهاب منا سوف يستمر ومن كل إنسان شريف، لأننا نريد أن نخضع لنظام حكم ديمقراطي حر عادل. لا يمكن أن نقبل بالاستبداد ولا يمكن أن نقبل بالإرهاب الذي تمارسه الدولة في مطاردة المطلوبين وفي مطاردة الأبرياء الذين يفرون منها في كل يوم ومن ويلاتها ويتخبون في مناطق مختلفة. نحن نقول أننا نشد على أيدي هؤلاء جميعا، نشد على أيدي المطلوبين ونشد على أيدي المعتقلين ونشد على أيدي أسر الشهداء ونشد على أيديكم أيها الثائرون، ونقول لكم امضوا، إن الله معكم وسينصركم على الذين ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.